رأيي في زي الموحد فكرة رائعة، حبذا لو تكون في الملابس أيضا وليس في المآزر فقط، فبمجرد ارتدائي لمأزر يحمل اسم مدرستي هذا شرف كبير لي. رأيي في الزي الموحد أنه يعطي للطفل هوية مدرسية وله فوائد كثيرة، من بينها الانضباط، العدوى، المساواة. وأعجبتني كثيرا هذه الفكرة. عندما ارتديت الزي شعرت بالفرحة وشعرت أن التلاميذ هنا ليس كما في التلاميذ الآخرين. مميز بمدرسة عمر البسكري. هذا الزي إنه رائع وجميل جدا، يعجبني. وأيضا يشبه إلى باخرة العلم. زي الموحد أنها فكرة جيدة، وتوحيد الزي يعود التلميذ على مبدأ الالتزام والانضباط، ويرسخ روح المساواة، لأن كل الطلبة ترتدي نفس الزي، الغني والفقير. أي في الزي المدرسي أنه رأي صائب من خلال القضاء على الطبقية في المؤسسات التربوية، وأننا سواسية، كما أنه يقلل العنف لأن هناك تلاميذ يسخرون من بعضهم البعض لأنهم لا يرتدون الزي الموحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن من خلال الزي الموحد رحبنا بالمبادرة التي أعطتها السيدة المديرة، حيث لاحظنا اختلاف شاسع من خلال تصرفات المتعلمين، وذلك بالقضاء على العنف الذي كنا نلاحظه ما بين المتعلمين. والزي الموحد نلاحظ بأنه قد أعطى فرصة لجميع التلاميذ أن يكونوا على طبقة واحدة ولا يكون هناك اختلاف. فكرة الزي المدرسي كيفاش جات؟ جات كمشروع، هي جزء من المشروع، كانت جزء من المشروع. المشروع في أساسه كان تحسين نظرة التلميذ للمدرسة وزيادة الإقبال على المدرسة، بحيث أن التلميذ كيجي فرحان للمدرسة. كي الواحد يدير بحوثات ويشوف بلي أغلبية نفور التلاميذ من المدرسة، من ناحية أنهم يشوفوا فيها ملل، ما يشوفوش فيها انتماء. زي المدرسة يسمح للتلميذ باش ينتمي لمجموعة ما، وذلك لأن التلميذ في حد ذاته الطفل بحاجة لأن ينتمي لمجموعة ما. في البيت راه ينتمي لعائلته، كيجي هنا للمدرسة يحتاج باش ينتمي لمجموعة معينة. إذن هذا الزي المدرسي يعطيه هوية مدرسية، ما يسمى بالهوية المدرسية. والحمد لله التلاميذ فرحوا به. فكرة اختيار الزي كانت فكرة تاع التلاميذ، درنا اجتماع مع التلاميذ، قلنا لهم أعطونا أفكار وهل ترحبون بالفكرة. بطبيعة الحال التلاميذ كي قلنا لهم الزي المدرسي مباشرة راحوا للكرتون، الأفلام الكرتونية، راحوا للزي الكوري اللي كانوا يشوفوه في التلفاز. احنايا باش تكون هويتنا خاصة، وحنا عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع عنده تقاليده، وعنده ما يمكنش ننسخوا نفس التجربة تاع دولة واحدة أخرى يعني بعيدة علينا بزاف. إذن قلنا لهم نخيروا حاجة واحدة أخرى، رحنا بالتقريب شي الحاجة اللي تعجبك في الزي الكوري. قال لك هذاك لو تري بلون، هذاك الخط الأبيض، وهذاك داك اللون اللي يخرج على التلميذ. رحنا لنفس اللون ورحنا وشبهناه، وقع الاختيار على الزي تاع لامارين، والتلاميذ سماوها قال لك سفينة العلم، سنبحر في سفينة العلم، لذلك خيرنا الزي تاع البحارة. وإن شاء الله يا ربي نوصلوا بأمان، إن شاء الله يا ربي مشروعنا ينجح وولادنا ينجحوا، والحمد لله يا ربي لقينا الأولياء تاني وقفوا في صفنا، أولياء قاموا بمجهود كبير لأنهم هما اللي تواصلوا مع الشخص اللي خيط هذا الزي، اللي هي شركة مؤسسة ناشئة، مؤسسة من هذو الصغار تاع لونساج، مؤسسة ناشئة. جبنا اخترنا نوع التوب لانه
التلاميذ عندهم كاين اللي عنده لي زاليرجي، كاين اللي عنده تما كان لازم يكون قطني، كان لازم اللون يكون قاتم. انا التلميذ قال خليل مطران قوة العلم انه ملهم الحسنى وحلال عقد المعضلات، فهو في اقطع الظروف وصول وهو في امنع الظروف مواتي. ردها علي امي البارودي بقوة العلم تقوى شوكة الامم، فالحكم في الدهر منسوب إلى القلم. سيدتي أوصلي رسالتي لقسم السنة الخامسة وأقرئيه السلام، وقل ردها علي إن استطعت. سفق عليها. يقول محمود الرصافي فكل بلاد جادها العلم أزهرت، رباها وصارت تنبت العز للعشبة. سيدي أوصل رسالتي لقسم السنة الرابعة وأقرئه السلام، وقل له ردها علي إن استطعت. سنكتفي